السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. متابعي جريده الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر. سلامه يا ربي. كما كتشوفوا معنا هذه اكسده خايبه على مستوى مدينه فاس، وبالضبط الطريق المؤديه الى مفتوح من تحت برج فاس، من تحت برج فاس مباشره في الطريق اللي كتمشي للطريق الجديده والطريق اللي كتمشي للمنطقه ديال مفتوح. سيدة خايبة كما كتشوفوا معنا متابعينا، هذه السيارة كانت ماشية من الطريق من هذا المكان هذا، فإذا بها كتدخل في جوج ديال الشجرات، كانوا على متنها جوج ديال الخوت متابعينا، كتهرس جوج ديال الشجرات. غادي نمشيو تشوفوا معنا جوج ديال الشجرات، هذه الشجرة الأولى اللي تم الاقتلاع ديالها بالقوة ديال الجهد ديال السيارة، ربما لعبات بهم، ربما الله اعلم، ما عرفناش اللي وقع. اللي مهم هو انهم جوج الخوت الحمد لله ما كاينش يعني ما تضروش بزاف الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. الطوموبيل تلاحت فيهم في هذا المكان هذا، تم نقل واحد فيهم للمستشفى لتلقي العلاجات. بالنسبه للشجرات اللي تم الاقتلاع ديالهم هنا، الشجره الاولى والشجره الثانيه، يعني كان جاي الطوموبيل بقوه متابعينا. نسأل الله السلامة ونتمناو من مستعملي الطريق انهم يتوخاو الحذر. هذه الهبطة اللي كتهبط من برج فاس في اتجاه المنطقة ديال مفتوح، حاليا كتقوم ديباناج متابعينا بالنقل ديال السيارة. نسأل الله السلامة. نسولو واحد الأخ، خويا بالنسبة لجوج ديال الخوت، هما جوج ديال الخوت، الكبير فيهم عنده 33 سنة، هو اللي كان سايق. الأب ديالهم كان كيتواجد على مستوى شارع الشفشاوني، اتصلوا به الأبناء ديالو قالوا درنا قصيدة. مع الأسف يعني السيد الكبير اللي هو سايق تخلع بقوة القلعيني، وخا تقلبات ليه الطوموبيل، تكلاطات به الرويضة ديال الطوموبيل، ضرب في ثلاثة ديال الشجرات اللي كاينين قدامنا، ضرب في الشجرة الأولى وضرب في الشجرة الثانية والشجرة الثالثة، وتقلب جوج ديال القلبات وعاد وقف في هذا الفوسي هذا. والحمد لله اللي ما هبطش للواد، الواد اللي كاين خويا علاء، كاين الواد تقريبا 15 متر السي علاء اللي كاينه تما، الحمد لله اللي ما وقعتش ليه شي حاجه. بطبيعه الحال كنتمنى المغاربه يدعوا معاه، نتمنوا الله نتمنوا. في الوقت اللي وقعت الحادثه السي علاء كان حضور ديال الناس ديال الوقايه المدنيه، وتم نقل احد المصابين للمستشفى الجامعي الحسن الثاني من اجل تلقي العلاجات الضروريه. واخا شكرا، بارك الله فيك. الاب ديال الضحيه كاين هنا، الاب ديالو هو كاين هنايا مسكين، هو كيحاول انه يهز الطوموبيل. هو هذاك السيد راه هو اللي لبس، هو اللي مسكين، هو هذاك، هو هذاك الاب ديالو. نسال الله السلامه يا ربي متابعينا. كما سمعتوا معنا يعني هادو جوج ديال الاخوت اللي تقلبات بهم السياره ديالهم، ولكن الحمد لله ما كاينش يعني ما كاينش موتى، الحمد لله تم نقل احد المصابين الى المستشفى الجامعي الحسن، مستشفى الحسن الجامعي الحسن الثاني سي اتش او، اللي تلقي العلاجات الضروريه في هذه اللحظات. كما كتشوفوا معنا متابعينا يعني شاحنه الجر اللي هي الديباناج كتحاول ما امكن تجر الطوموبيل اللي طاحت في هذا المكان هذا، على بعد يعني بعد خطوات قليله فين باش تجي في الواد، ولكن الحمد لله الاقدار الالهيه حالت دون انها تطيح في الواد. الحمد لله كون طاحت في الواد ربما كانوا يموتوا الضحايا، ولكن الحمد لله متابعينا، الحمد لله على لطف الله ما وقعوش موتى، فقط ان المجروحين، ولكن الخلعه كتبقى اكثر من كل شيء متابعينا. الرئيسي في هذه الحادثه هذه هما الروايه، كما كسمعتوا معنا يعني الروايه ديال الطوموبيل كما قالوا هي اللي كانت السبب في هذه الحادثه، كلاطات السيد الرويده. حاليا السياره ديال الشاحنه ديال الجر اللي هي ديباناج كتحاول تجر الطوموبيل متابعينا اللي وقعت لها القصيده، تحاول النقل ديالها من المكان اللي كانت فيه. هذا الاب ديال الضحايا ديال المجروحين، عفوا ماشي يعني ما كاينش ضحايا في الارواح كما قلنا. الحمد لله الطوموبيل كيتم النقل ديالها حاليا، يعني هذوك الشجرات اللي طاروا من بلاصتهم بعد ما كلاطات الرويده كما قالوا الاخوان، وهربات بهم الطوموبيل. هذوك الشجرات هما اللي الحمد لله ما خلاوش الطوموبيل انها تمشي بهم للواد، الحمد لله.
الحمد لله الحمد لله متابعينا، هذا هو الأهم. هذه هي يعني متابعينا أجواء هنا، يا نسأل الله السلامة للجميع. حاليا كتقوم ديباناج ولا شاحنة الجر كتحاول تخرج الطوموبيل اللي تقلبات من المكان ديالها. نسأل الله السلامة، نتمنوا توخي الحذر، اللي عنده شي روايد ممسوحين ولا الروايد ماشي هما هذوك يحاول ما امكن يغيرهم، ان كما قال الاخوان ان السبب الرئيسي هو الروايد كلاطاو بالسياره واللي حبسها هو جوج ثلاثه ديال الشجرات. وانتم كتشوفوا معنا حتى الرويده هنا اللي كلاطات لهم حيده مزايله من بلاصتها في مره. نسال الله السلامه، نسأل الله السلامة للجميع، ونتمنى أن المجروحين يكونوا في صحة جيدة. كما قلت هذه في هاد الحادثة وقعت على مستوى يعني الهبطة ديال بارسيلو ديال عفوا ديال برج فاس بحال ماشيين الباب مفتوح. تحية لكم متابعينا، أرجع لكم من خلال مباشر آخر إن شاء الله بحول الله.